اختياري لهي الساحة أنه أنا ضد أنه تنقسم الساحة السورية بهذا اليوم لساحتين، لأنه نحن ببساطة عم نقدم هدية قيمة للنظام على طبق من ذهب، فهذا كان سبب رفضي أني أحضر هناك وأحضر هون. الشباب اللي هناك عندهم مطالب محقة، وأنا واحد من المطالبين بمطالبهم، ولكن في عنا طول السنة كلها بنقدر نحن نعالج فيها هدول القضايا، وعنا هذا اليوم اللي هو الذكرى الثورة بنقدر نحن فيه نقول نجدد عهدنا للثورة ونطالب بإسقاط نظام بشار الأسد. حلا ايامك حلا حاجب ش... نعم الخواء الخواء مثل الجبال دمر اركانك سوري شحن عبيران. ثورتنا هي ما ثورة ضد بشار الاسد بس، ثورتنا ثورة ضد كل ظالم. نحن اليوم طلعنا حتى نأكد على اسقاط النظام وعلى مطالبنا الاولية باسقاط النظام واخراج المعتقلين وتحرير سوريا من نظام الاسد، ومنأكد حاليا على كمان تبييض السجون من تبييض المساجين اللي موجودين عنا تحرير الشام، وحل جهاز الامن العام اللي كان فيه له ظلم كثير للناس المدنيين.